السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للناس اللي مازال ما استفدوش معنا في العرض ديال الكشمير، اليوم جبنا لكم واحد الزواقه جديده في الكشمير البروميان قريب هذا الكشمير، نفس الكشمير اللي كنخدموا ديما تروبيكال، شي حاجه مزيانه بروميان كاليتي كشمير، حاجه مزيانه. بالنسبه للناس اللي مازال ما استفدوش، راه الثمن اللي درنا ليه في الاول هو اللي باقي دايرين ليه 220 درهم في المحل، بالتوصيل 250 درهم. بالنسبه لنا جد جايين المحل 220 درهم بروموسيون. بالنسبه للوان قرب جاي لي بان لهم الوان، انا تبارك الله راه ما شاء الله ديما كتكون نص بلاش اللون، حيت كل اسبوع كنديروا نص بلاش اللون والوان كلهم جداد. ايوا اللي عجبها شي لون تسكريني اللون ارسلوا لينا عبر الواتساب وتوصلها امانتها 250 درهم، والعبار مزيان شي حاجه الكشمير شي حاجه مزيانه اللي هي برومين كاليتي، كلهم الوان زوينين. راه الكماله ديال اللون عجيب، قرينا فاش شفنا الكماله ديال اللون، راه باقي فيه تبارك الله الكونتيتي، راه باقي فيه اللون كاملين موجودين، السيري كامل كاين في الزواقات اللي كنا ديجا خدمنا فيهم السيمانه اللي فاتت. بالنسبه لهاد الاسبوع هي زواقه عاد دخلات جديده، نحاول باش تبان الزواقه كيفاش دايره. الكشمير راه كيما كان وعدكم كشمير برومين كاليتي، كاينش تحباب ولا تراب ولا حاجه، قربها بجيد باش تبان لهم الزواقه كامله. هي الزواقه شي حاجه تبارك الله ما شاء الله، واللوان كيما وعدنا لكم اللوان 17 لون، اللهم يسر.